أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية مع الصحف المحلية ونقرأ من الجمهورية. في مؤتمر صحفي اليوم إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي، مصر تعلن وقف استيراد الغاز، الملة ظهر ضاعف الرصيد المحلي وانتظروا طفرة العام المقبل. البرلمان يهنئ الشعب ويؤكد يوفر 3 مليارات دولار. الدكتور شوقي يستعرض حصاد أول أسبوع دراسي. النظام التعليمي الجديد نجح بنسبة 85%. من أبرز عناوين الأهرام، الرئيس يفتتح غدا الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة. مصر عضوا بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. شوقي في مؤتمر صحفي، تسلم 100,000 تابلت والانتهاء من توصيل الإنترنت. مدن الجيل الرابع قفزة كبيرة على طريق التنمية. لا تزال أصداء مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة تلقي بظلالها على عناوين الصحف. من الأخبار نتابع حصاد سياسي واقتصادي مثمر لزيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة. مصر وضعت روشتة العلاج لأزمات العالم أمام المجتمع الدولي. وفي سياق آخر، دمياط تحتفل اليوم بنجاح زراعة القطن طويل التيلة. نطالع من عناوين صحيفة اليوم السابع، خطوات كبرى أعلنتها الحكومة. رسميا انتهاء عصر استيراد الغاز المسال من الخارج. خدميا أكبر خطة تطوير للنقل. تعليميا النظام الجديد نجح بنسبة 85%. وتشريعيا 100 مشروع قانون على أجندة النواب. في سياق آخر، التموين تبدأ تنقية البطاقات من المتوفين والأسماء المكررة. إلى صحيفة المصر اليوم التي كتبت شراكة سياحية مع مجموعة منتجعات عالمية. مدبولي نستهدف إقامة 50,000 غرفة فندقية بالعالمين الجديدة. برلمانية المؤتمر تجتمع خلال أيام لمناقشة أجندتها التشريعية. حملات لإزالة التعديات وإعادة الانضباط في أحياء القاهرة. نواصل مطالعتنا الصحفية ونتحول إلى مقال بصحيفة الوطن للكاتب الصحفي الأستاذ سعيد اللاوندي، ألقى خلاله الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت من مشاركة الرئيس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في كلمة مصر أمام الجمعية العامة وأمام لجنة مانديلا للسلام ثم أمام مجموعة 77 زائد الصين، شدد الرئيس السيسي على مشكلات الأمن والأمان والاستقرار في العالم كله. ففي أحاديثه عن الإرهاب أكد أنه آفة عالمية ويجب أن تكون مكافحة عالميا أيضا. وألحق أن نشاط الرئيس في أروقة الأمم المتحدة كانت كثيرة ومتشعبة، وكانت تشعر المواطن بالفخر والاعتزاز بقائده الذي كان يتحدث في ثبات عن مرتكزات مصر وثوابتها في قضايا الأمن والاستقرار العالمي. لابد أن نعترف بأن مصر عادت شابة تتحرك بسهولة ويسر بين رؤساء الدول، ولا ينكر أحد أن الرئيس أعاد لمصر بهاءها في هذا المحفل الدولي الكبير. نتحول إلى أبرز ما جاء بالصحافة العربية. البداية من الحياة اللندنية. حكومة اليمن الشرعية لن تتعاون مع خبراء الأمم المتحدة. وزير الخارجية السعودي، استقرار المنطقة يتطلب ردع التخريب الإيراني. ائتلاف حيدر العبادي يدعو لعدم تسمية رئيس الوزراء قبل حسم قضية الكتلة الأكبر. ونتابع من عناوين الشرق الأوسط، الأمم المتحدة تناشد الحوثيين مغادرة مقر في الحديدة وتتجنب الإعلان عن خطف موظفين. فائز السراج، الانتخابات الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار. أبو الغيط وجوتارش يبحثان أوضاع منطقة الشرق الأوسط. إلى صحيفة الدستور الأردنية ومنها نقرأ، العراق انطلاق تصويت لانتخاب برلمان جديد في كردستان. روسيا تحذر من التفرد بعملية تسوية القضية الفلسطينية ومن الاستفزاز فيما يتعلق بالقضية السورية. الأمم المتحدة، قتال تنظيم داعش بدير الزور خلف 30,000 نازح. إلى أبرز عناوين صحيفة الخليج الإماراتية، غزة تشيع في حزن وغضب جثامين 7 شهداء. محاولة مصرية جديدة لإنقاذ المصالحة الفلسطينية. طيران التحالف يدمر مخزنا للأسلحة وتعزيزات حوثية في الملاجم بالبيضاء. اشتباكات عنيفة تخرق هدنة العاصمة الليبية طرابلس.
من الصحف الكويتية نطالع من السياسة. الولايات المتحدة تتوعد دمشق باستراتيجية عزلة، وألمانيا تستضيف اجتماعا رباعيا لمناقشة وضع إدلب. سيرجي لافروف يحذر إسرائيل من استهداف لبنان. العراق يطالب المجتمع الدولي بموقف من التجاوزات التركية. تحت عنوان بالمختصر المفيد، تساءلت صحيفة القدس الفلسطينية في مقال لها إلى متى تستمر آفة الانقسام الفلسطيني. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وواقعيين في مواجهة التحديات، فالحقيقة الواضحة أن فلسطين تسير نحو المجهول. لذلك لابد من خطوات جادة وفعالة وليس مجرد خطابات في الأمم المتحدة. ومن أهم هذه الخطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أصبح كارثة وعبئا على القضية، فالمصالحة هي صلب خدمة الوطن. وحل الدولتين يحتاج تكاتف كل الأيدي لمواجهة التعنت الصهيوني، خاصة بعد تصاعد نسبة الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد. والمؤكد أن البحث عن الحلول بعيدا عن المصالحة هو ركض وراء السراب. وقفتنا هذه المرة مع الصحافة العالمية، وأول محطتنا مع عناوين صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. الولايات المتحدة تصدر أمرا بإجلاء دبلوماسيها من مدينة البصرة العراقية بعد تهديدات إيرانية. نائب الرئيس، عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا قد يصل إلى الآلاف. مكتب التحقيقات الفيدرالي يصل إلى المرأة الثانية التي تتهم القاضي كافانو مرشح ترامب للمحكمة العليا بتجاوزات أخلاقية. صحيفة ساندي تايمز نشرت مقابلة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اتهمت فيها منتقدي خططها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالعمل لتحقيق أغراض سياسية على حساب مستقبل بريطانيا وتقويض المصالح الوطنية. وفي مقابلة أخرى في الصفحة الأولى للصحيفة، وصل وزير خارجية السابق بوريس جونسون هجومه على خطتها للانفصال قائلا إن المقترح بضرورة أن تحصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية لبعضهما البعض مناف للعقل تماما. ونقرأ أيضا من صحيفة إنديبندنت البريطانية، وزير خارجية كوريا الشمالية يؤكد أمام الأمم المتحدة أن بلاده لن تتخلى عن سلاحها النووي دون ضمانات من الولايات المتحدة ودون خطوات لبناء الثقة من الجانبين. بوريس جونسون يستغل بدهاء ضعف ماي، رغم أنه شخصية لا تخطط لأي جاذبية، لكنه يسعى لظهور متميز من خلال انتقاد رئيسة الوزراء البريطانية. ومن صحيفة هارتس الإسرائيلية نطالع اشتباكات قاتلة في غزة، وحماس تتعمد اختبار إسرائيل. الجمعة أكثر الأيام دموية خلال شهرين في غزة. مسؤول إسرائيلي حول تسليم روسيا نظام S-300 لسوريا، بوتين يتقدم خطوة لكن ساحة القتال كبيرة. إسرائيل تتعامل مع وصول نظام الدفاع الجوي لسوريا، ستتعامل مع ذلك بطرق مختلفة، وليس من الضرورة أن يكون من بينها منع التسليم. ومن الصحف الألمانية نقرأ من دي سايت، الفلسطينيون يقاضون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وينتقلون بالقضية إلى ساحة محكمة العدل الدولية، واتهام الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي. أردوغان في زيارة دولة إلى ألمانيا. الرئيس التركي يظهر نفسه بشكل معتدل خلال زيارته إلى كولونيا، والهتافات والاحتجاجات كانت سلمية. الصحافة الفرنسية نتابع من لوموند، مظاهرة للنساء ضد مرشح اليمين المتطرف في البرازيل. المرشح يضاعف الاحتجاجات ضد العنصرية والكراهية والعداء للنساء. في إندونيسيا لا يزال الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وجزيرة سيليبس تحصي قتلها بعد الزلزال القوي الذي ضربها وتسبب في تسونامي على سواحلها. آخر محطتنا هذه الوقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحفنا اليوم. تتم جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.